السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في ده أتكلم عن الجرامر، أتكلم عن البريبوزيشنز، حروف الجر. زي ما شايفين behind يعني خلف. عايز أعمل جملة مثلا أقول the boy is behind the ball. The boy is behind the ball. ما تنساش كلمة is، إحنا ما عندناش في العربي الولد، عندنا في العربية الولد خلف الكرة، لكن في الإنجليش لازم نقول الولد يكون خلف الكرة. is behind يعني خلف، between يعني بين. the boy is between the balls، الولد بين الكور أو الكرات. in front of معناها أمام، قدام حاجة يعني. the boy is in front of the ball. بعد كده كلمة above، في فرق بين كلمة above وكلمة on. on يعني على، كأنه هو لامس، شايف الكورة كده، هو مش لامس الكورة، دي اسمها above يعني أعلى. the boy is above the ball. طب كلمة in يعني فيه، بداخل. the boy is in the box. under يعني تحت. the boy is under the ball. الطفل تحت الإيه؟ الكرة. بعد كده beside يعني بجوار أو جانب، بس لازق فيها على طول، زي the boy is beside the ball. كلمة near يعني قريب، قريب جدا جدا، تمام، لكن في مسافة بينهم مش لامس فيها زي beside. the boy is near the ball. آخر حاجة كلمة on، الفرق بين on above. above دي قلنا أهي، هطلع بقى تاني. كلمة above قلنا معناها على، أعلى، مش لامس الكرة، مش لامس الكرة، شايفها أهي، لكن هي ولد لامس الكرة. أقول إيه؟ on، على. the boy is on the ball. the boy is on the ball. طيب أنت بقى هتعمل لي جمل على دي. عندك on، دي ولد، دي بنت بقى، between، beside، وعندك under، in، above، in front of، near، behind. طبعا دي اعمل لي جمل عليها، او اذا كنت درس كويس واعمل جمل عليها عشان تنمي مهاره الباراجراف عندك. وحروف الجر مهمه جدا 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 جدا. وده فيديو خفيف ظريف لطيف. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.